الطائفة السنية تعاني من التمييز وعدم المساواة في عموم البلاد، هذا ما أكده زعيم الطائفة السنية في إيران مولوي عبد الحميد، كاشفا عن وجود قيود فرضتها السلطات الإيرانية على سفره إلى بقية المدن الإيرانية. عبد الحميد وفي حديث نشرته وكالة إسنا قال أنه واجه مشاكل كبيرة خلال زيارته الأخيرة إلى مدينة مشهد شمال شرق إيران، حيث أجبروه على الذهاب إلى العاصمة طهران، ومنذ ذلك الحدث يتجنب السفر والخروج من بلوشستان. وأضاف الزعيم السني أن خلال سفره إلى المدن الإيرانية يواجه مضايقات هو ومن يستضيفه، دون أن يذكر اسم الجهة الأمنية التي تضيق عليه في تنقله. عبد الحميد كشف عن مضمون رسالة كان قد وجهها للمرشد الإيراني علي خامنئي، قائلا إنه شرح لخامنئي عما تتعرض له الطائفة السنية من تمييز وعدم مساواة، سواء من حيث المعاملة أو حتى ما يتعلق بفرص التوظيف في المؤسسات الحكومية والإدارية في إيران، وأن السنة يواجهون الكثير من الضغوط بهدف منعهم من إقامة صلاة الجمعة، وأنه لا يوجد أي مسجد سني في طهران رغم وجود أكثر من مليون سني فيها. ورغم دعمه لحسن روحاني خلال حملته الانتخابية، إلا أن الحكومة الإيرانية تجاهلت تقديم دعوة رسمية له للمشاركة في مراسم تنصيب روحاني وأداء اليمين الدستوري أمام البرلمان، الأمر الذي طالب به النواب السنة في البرلمان الإيراني، وتجاهله الرئيس الإيراني كما فعل من سبقه من الرؤساء وعلى مدى 4 عقود. وتتضارب المعلومات بشأن الحجم الحقيقي للسنة في إيران، فالإحصاءات الشبه الرسمية لحكومة إيران قللت من أعدائهم وذهبت إلى أنهم يشكلون فقط 10% من السكان، إلا أن بعض مصادر السنة تؤكد أنهم يشكلون 30%، وهو ما يوافق الإحصائيات القديمة التي أجريت أثناء حكم الشاه.